يكون فريقنا يتعدى نوتر بالي، وان شاء الله نحضروا الفريق للمرحله القادمه في ظروف طيبه، ونقوم باللازم من انتدابات من غيره من عمل، وان شاء الله الفريق في بعد التراف يكون حاضر للمواجهات القادمه ان شاء الله. بالنسبه للانتدابات بديتوا تحكيوا في محادثات مع بعض اللاعبين؟ عندنا العديد من الاتصالات، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نخطو اقل شيء ممكن. وعلى قائمه المغادرين كيف كيف قاعدين نشوفهم مع الاطار الفني، مازال شويه وقت، تعرف انت الميركاتو يتحل في لوكانز، يوفا لوكانز، من هنا لوكانز جونفي ان شاء الله نكونوا حسمنا نهائيا في المغادرين. تعرف كره القدم هي معناتها ديما ثم الرولاب وثماش مكان دائم وهيك كره القدم معناتها. بالنسبه لقائمه المغادرين حددتوها وقائمه المنتدبين؟ بالنسبه لقائمه المغادرين مازلنا ما حددناش وقت تحدد اكيد بعد ما توفى الفاز هذه ان شاء الله. بقى مازلت عندنا مباراه قروان ومباراه تطاوين، بعد جوج مباريات هذه ناخذوا فكره على اللاعبين كل، المدرب الجديد يكون عنده فكره على جل اللاعبين، وهكاك نجموا ناخذوا الديسيزيون في اللاعبين اللي باش يغادروا. بالنسبه للانتدابات عندكم عينين على بعض الملاعبين؟ اكيد عندنا مراكز اللي محتاجين لها، اعطينا المراكز برشا اللي حبيت استنى. المراكز يلزمنا ندعموا الهجوم نتاعنا، اكيد يلزمنا ندعموا الهجوم نتاعنا. نادي الراس الفيحصي تعرف القدر نتاع نادي الفيحصي يلعب على الالقاب، حاب يمشي لقدام، واذا نحبوا نمشيو لقدام يلزمنا نرنفورسيو الليني داتاك نتاعنا. الذي لسه اساس قادمين على على فتره ميركات، وقائمه المغادرين تحدد، عندكم شي عينين على بعض الملاعبين بديتوش في مفاوضات؟ الببليك يستنى. شوف اذا نقول لك اللاعبين اللي باش نقعوا بانتدابهم نجم نقول لك معناتها القائمه حضرت، لكن فيما يخص قائمه المغادرين ما فما حتى لاعب توا باش يغادر في الوقت الراهن الا قبل مقابله اتحاد تطاوين، هذا بالمفاهمه مع الاطار الفني والهيئه المديره. بعد مقابله تطاوين باش يصير اجتماع يعني مع الاطار الفني، وباش نشوفوا في قائمه المغادرين. بقينا في قائمه الانتدابات، الانتدابات بدات تظهر، فما ستة لاعبين قاعدين على اتصال بهم. الخطوط شنيه؟ سامحني؟ في الخطوط شنيه؟ في الدفاع في الهجوم؟ في جميع الخطوط الحقيقه بالحق، في جميع الخطوط، الدفاع وهجوم والوسط لتدعيم الفريق ان شاء الله.